مدرسة المواهب البريطانية الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم اليوم يا أحبابي؟ أتمنى من الله أن تكونوا بخير. المادة: الدراسات الاجتماعية. الصف الخامس. المعلمة: شيماء. نستكمل درس الحصة الماضية. الأسواق، أنواع الأسواق. هيا معا نقرأ نواتج التعلم. نواتج التعلم: يستنتج الطالب أنواع الأسواق. يقدر الطالب جهود شيوخ دولة الإمارات في تطوير الأسواق لتلبية حاجات الأفراد. هيا معا يا أحبابي نتذكر ماذا درسنا في الحصة الماضية. من يذكرني ماذا درسنا في الحصة الماضية؟ ممتاز، درسنا مفهوم الأسواق ونشأتها. درسنا أيضا مراحل تطور النقود، وهي ثلاث مراحل: مرحلة الاكتفاء الذاتي، مرحلة المقايضة، ثم مرحلة الاقتصاد النقدي. درسنا أيضا أنواع النقود وتعرفنا عليها: النقود المعدنية، النقود الورقية، والنقود الإلكتروني. عنوان درسنا لليوم: أنواع الأسواق. هيا نتعرف عليها. هيا معا نتعرف على أنواع الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة. أول نوع وهو الأسواق الشعبية، رددوا معي: الأسواق الشعبية. ثاني نوع الأسواق الإلكترونية. ثالث نوع الأسواق التجارية أو ما نسميه بالمراكز التجارية. مرة أخرى، أنواع الأسواق ثلاثة: الأسواق الشعبية، الأسواق الإلكترونية، ثم الأسواق التجارية أو ما نسميها بالمراكز التجارية. سندرسها واحدة واحدة الآن. هيا معا. أولا الأسواق الشعبية. تتعدد الأسواق الشعبية، فلكل بلد سوق شعبية تتميز بطابع خاص. هذه الأسواق القديمة تحكي قصص البلاد وتاريخها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مثل: ما هذا؟ ممتاز، سوق الخضروات. يقع داخل كل إمارة سوق شعبي أو يسمى بسوق الخضروات. وما هذا؟ سوق الشعبي للقماش، مثل سوق نايف داخل إمارة دبي. هذه الأسواق الشعبية تحكي قصة البلاد وتاريخها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ما هذا؟ هل تعرف ما هذا؟ أحسنتم، مركز تجاري. الأسواق التجارية أو المراكز التجارية تسخر دولة الإمارات العربية المتحدة بالعديد من مراكز التسوق وأماكن التسوق التقليدي والأسواق الشعبية. لكل منها سحرها الخاص وطابعها المميز. توفر مراكز التسوق في دولة الإمارات العربية المتحدة المرافق الممتازة
وتجمع تحت مظلتها الترفيه والاستمتاع بالأطعمة المختلفة، علاوة على توافر الخدمات الأساسية ومكاتبها. وفرت دولة الإمارات العربية المتحدة أسواقا متنوعة تباع فيها مختلف البضائع بأسعار في متناول الجميع، كما وفرت الأسواق المتخصصة لبيع سلع محددة. من منكم يعطيني مثال على المراكز التجارية؟ يرفع يده. أحسنتم، ممتاز. مثل دبي مول، سيتي سنتر الشارقة، ممتاز، مركز الإمارات للتسوق، عديد من المراكز التجارية نذهب إليها للاستمتاع بالأطعمة المختلفة، للترفيه، اللعب. النوع الثالث وهو الأسواق الإلكترونية. مفهوم التجارة الإلكترونية هي تجارة يتم التعامل بها عبر الشبكة العالمية للمعلومات أو للإنترنت، أو بمعنى آخر التسوق عبر الإنترنت. مرة أخرى، الأسواق الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني تسوق عبر الإنترنت الذي يتيح العديد من المزايا. أهم مزاياه توفير الجهد، تقليل الانتقال من مكان إلى آخر، تجنب مشقة السفر للقاء التجار والشركات. تأتي إليك ما تريد أن تشتريه وأنت جالس في مكانك. التجارة الإلكترونية لا تقتصر على عمليات بيع وشراء السلع والخدمات عبر الشبكة المعلوماتية، بل توسعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات وبيع وشراء السلع والخدمات. هل تعرف أسماء أسواق إلكترونية داخل دولة الإمارات؟ هيا فكر. جميعنا يستخدم الأسواق الإلكترونية، ممتاز، أحسنتم، مثل أمازون، سوق دوت كوم، وأيضا نون. بارك الله فيكم جميعا. هيا لنتعرف معا على معلومة عن دولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تكون الحاضن الأول للتجارة الإلكترونية في الوطن العربي، حيث وفرت الدعم الكامل والأدوات الحديثة في هذا المجال، مما جعلها تأتي دائما في مقدمة الدول العربية من حيث عدد المواقع والتسوق والمتسوقين. تهتم دولة الإمارات بالتسوق الإلكترون. هيا معا يا أحبابي، حان وقت الأسئلة. هل أنتم على استعداد؟ هيا معا. من خلال معرفتي بأسواق دولتي أسجل ثلاثة من المراكز التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. فكر في ثلاث أسواق تجارية أو مراكز تجارية داخل دولة الإمارات تذهب إليهم في العطلة الصيفية. ممتاز، دبي مو. يمكنك كتابة أي ثلاث مراكز أخرى. السوق المركزي، ممتاز، وأيضا مركز الإمارات للتسوق. السؤال الثاني، ألاحظ الصور وأسجل أنواع الأسواق المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة أسفل الصور الآتية. أول صورة، سوق، ممتاز، الخضروات. ثاني صورة، سوق، أحسنتم، القماش. ثالث صورة، هو سوق،
الأسماك. رابع صورة سوق الذهب. بارك الله فيكم، من منكم ذهب إلى هذه الأسواق يرفع يده. أنا أيضا ذهبت إلى هذه الأسواق. السؤال الثالث، استكمل المخطط الذهني الآتي بما يناسبه. أنواع الأسواق في دولة الإمارات، من يتذكر كم عدد أنواع الأسواق؟ أحسنتم، ثلاثة. ها هيا معا نعددها. الأسواق الشعبية، ممتاز. المراكز التجارية، وأيضا الأسواق الإلكترونية. بارك الله فيكم. ركز جيدا، ما هي مقترحاتك لتشجيع المستثمرين ورؤوس الأموال لفتح أسواق جديدة داخل دولة الإمارات؟ ما هي؟ قدم، أريدك كتابة مقترحاتك في ورقة وتسجيل فيديو بها وإرفاقها إلى المعلمة. مقترحاتك لتشجيع المستثمرين ورؤوس الأموال لإنشاء أسواق تجارية داخل دولة الإمارات. صمم مجلة إلكترونية عن إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله في تطوير الأسواق والمراكز التجارية، وتصوير ذلك في فيديو وإرساله إلى المعلمة. نهاية الحصة، انتهت حصة اليوم، ولكن للحديث بقية. أراكم في الحصة القادمة على خير إن شاء الله. رجاء لا تنسوا الواجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.